من الأشياء التي يعثر عليها، ومن زاوية نظر معينة تتداخل جميعها لتشكل صوراً متكاملة. تشكيل بثلاثة أبعاد يتحول إلى صورة. صاحب هذه الأعمال الفنان الفرنسي برنار برا، الذي يشتغل حالياً في مرسمه الباريسي على مشروع جديد، ويعتمد في ألوانه على القطع المتخلى عنها من الخشب والحديد والملابس والألعاب البلاستيكية، بشرط أن يكون اللون مناسباً. ولمعرفة موضع كل قطعة، فإنه يستوحي أعمال فنانين معروفين. وجاء الدور هذه المرة على لوحة بحر عاصف قرب إتريتا للفنان الانطباعي الفرنسي موني. أشتغل الآن على هذا اللوح، وهناك وضعت آلة تصوير تم وصلها بذاكرة رقمية. منها يتم إرسال الصور إلى الكمبيوتر الذي أتابع من خلاله مدى كثافة مكونات الصورة. أقوم بتجميع القطع ثم ألتقط لها صورا متكاملة. تتعلق لوحة موني بالبحر، لذلك يستعمل برنار برا الكثير من القطع الصغيرة التي جلبها من شاطئ البحر. تتكون الصورة الانطباعية من خطوط لونية، وهذه الخاصية بالضبط تؤدي وظيفتها، أعني إنتاج جزئيات التصميم وظلال الألوان. يضيف برنار برا إلى مشروعه هياكل عظيمة صغيرة وخيوطا بلاستيكية، فابن 61 يعرف ما هي القطع التي تساعده على الوصول إلى الظلال اللونية الصحيحة، وبعد التجميع يبدأ التصوير. وباستخدام الهياكل البلاستيكية والخيوط يستخرج برا زبد البحر، وقد استغرقه ذلك عدة أيام. تراودني أفكار كثيرة عندما أعالج صورة ما، فأشعر وكأنني قادر على معالجة 10 صور في وقت واحد، لكن عندما أنتهي من صورة معينة تهرب مني كل الأفكار تقريبا. كان برا رساما في الأصل، وقبل 30 عاما تقريبا ترك الفرشاة والألوان وبدأ يهتم بالتشكيلات الذي يصورها من زوايا معينة. ووفق ما يسمى بمبدأ إعادة التشكيل، شيد عددا من البورتريهات لشخصيات شهيرة كألبرت أينشتاين أو الملك لويس 14. وتصل كلفة اللوحات الكبيرة إلى 10,000 يورو، في حين تكلف التشكيلة الفنية الواحدة 30,000 بحسب المجهود الذي بذل فيها. عمل برنار برا في إيرلندا والصين وكوريا وأفريقيا، ويجمع قطعاً من عين المكان، فكثير منها مرتبط بموضوع عمله. ويحتاج إلى نحو 3 أسابيع لتجهيز تشكيلة كبيرة، ولأجل ذلك لديه مساعدون، في حين يهتم هو بشؤون الإدارة. وبعد التقاط الصورة يقوم بتحطيم التشكيلة. عند التخلص من القطع التي أصبحت جزءاً من شخصية ما، يكون الأمر مؤلماً، غير أن ذلك هو جزء من اللعبة، فالنهاية هي الأساس. يشتري برا أحياناً بقايا صغيرة من الألعاب أو من شركات الأحذية، وغالباً ما يذهب لسوق البضائع المستعملة. لا تزال تنقصه بعض الألوان لصورته الحالية الخاصة بالبحر، وأخيراً عثر على الألوان. إنها ألعاب الأطفال البلاستيكية المتوفرة على الألوان ذاتها التي يحتاجها لتشكيل الأمواج. وعند الانتهاء يقوم بعرضها، وبكل تأكيد سيقوم برنار برا لاحقاً بملء الفراغات بكثير من القطع من أشياء ضائعة جديدة.